نادي أيلل للجولف في العقبة من أفضل 3 ملاعب صديقة للبيئة مستدامة في العالم، ومصنف من أفضل 10 ملاعب في الشرق الأوسط. يستقبل ملعب الجولف النسخة 31 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف لعام 2022 التي تحتضنها ملاعب أيلة في العقبة خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 من الشهر الحالي، حيث أنهى الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير جميع التحضيرات لانطلاق البطولة. ويشارك في البطولة لاعبون من 14 دولة، هي السعودية والعراق، قطر، لبنان، السودان، المغرب، بلغاريا، صربيا، السويد، أذربيجان، تونس، البحرين، سلوفينيا، إضافة إلى الأردن. وتندرج بطولة الأردن المفتوح للجولف ضمن خطة الاتحاد الأردني للجولف السنوية بالتعاون مع واحة أيلة ضمن رزنامة الفعاليات السنوية التي تنفذها أيلة بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. هو أول ملعب للجولف للبطولات في الأردن، يحتوي على 18 حفرة، وأكاديمية للجولف تحتوي على 9 حفر، وهو ملعب حائز على جوائز من تصميم غريغ نورمان. يمتد ملعب أيلة للجولف الحائز على جوائز عالمية إلى 800 ألف متر مربع، ويتكون من طرق خضراء متموجة تتخللها بحيرات بلورية، إضافة إلى وجود تغييرات مهمة في الارتفاع وحفر في جميع الاتجاهات. ويشتمل نادي الجولف على أكاديمية تقدم خدمات خاصة من الدرجة الأولى والتعليم الجماعي وخدمات التدريب من قبل محترفين مؤهلين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين لجميع لاعبي الجولف الجدد أو المحترفين. تم تصميم ملعب الجولف بعناية كبيرة مع مراعاة التضاريس البيئية الفريدة للأردن، وذلك من خلال إنشاء سلسلة من البحيرات الاصطناعية والأودية التي تعمل كخزانات لري المياه الجوفية لتكون ميزات متكاملة لتصميم الملعب وتخطيطه. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المسطحات المائية محط التوقف للطيور المهاجرة، مما يكمل النظام البيئي الطبيعي الذي تعمل عليه واحة أيلة. تقرير محمد لوني.